تتكلم 30 دوف لا 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 لما تكلمت سيد انا يعني انت نقطه مهمه ذكرتها الارقام ارقام الميكرو ايكونوميك او الاقتصاد الكلي اللي راه جابتها الارقام الرسميه الاخيره وين كاين ارقام ايجابيه فعلا يعني لا في 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 في, في الميزان التجاري في الميزان التجاري ولا لكن هل نعم في ميزان المدفوعات لكن هل هذه الارقام تاع الاقتصاد الكلي تعكسها ارقام الاقتصاد الجزئي ولا ما تعكسهاش لانه هذا هو الجدل في كل دول العالم يعني اذا كان المواطن صح. اذا كان المواطن ما يلقاش ما يلقاش الزيت وما يلقاش الدقيق وما يلقاش العم وما يلقاش العدس واللوبيا هذا هو الاقتصاد الجزئي يعني جيب المواطن اذا الارقام الكبيره للفوق في الماكرو ايكونوميك لا تعكسها أنا. ارقام الميكرو ايكونوميك هنا كاين خلل ليس رئيس الجمهوريه حريص واش انا كل حريص على الوفره لكل المواد الاوليه لحق المواطن راهي وفره والحمد لله والقدره الشرائيه نقول لك راني مسؤول على كلامي حسب القرارات اللي اتخذهم رئيس الجمهوريه في برنامجه تاع 2023 وفي البرنامج تاع الماليه مشروع قانون الماليه 2024 القدره الشرائيه راح تتحسن بكثير ان شاء الله انه اللي كاين في طيب. في وقت ما قال الخرجات تاع رئيس الجمهوريه كان وعد الشعب الجزائري حقيقه ولكن كما تعلمون كان الكوفيد وما بقى المرض نتاعو والحمد لله اليوم راه في صحته الجيده ان شاء الله الزياره اللي دارها في الجلفه بدا بالزياره تاع الجلفه كان بشن عده مشاريع ما بينهم المستشفى لمكافحه السرطان كان اعطى الانطلاق للرجوع للسد الاخضر اللي يمس 13 ولايه كان دشن الخط تاع الحديد لافوفيري تاع السكه الحديديه من بوكزول لحتى الغواط 250 كيلومتر اليوم راح تندوف في المشروع الحالي نتاع انا كنت صغير وانت سي سليم انت كنت عايش في الجزائر وكنت تسمع انا قال جبل غرد بينات انا سمعوا في السبعينات والثمانينات راح نبداو وحتى واحد ما كانت عنده الشجاعه السياسيه وانا والشعب الجزائري يفتخر بالسيد عبد المجيد تبون كانت عنده الشجاعه السياسيه وراح حارس بهذا المشروع الضخم اللي اول من الاستقلال من 62 ما كانش مشروع يعني كما يقول لك مشروع القرن انا نقول لك راح هذا مشروع القرن اللي راح ليه سيد رئيس الجمهوريه اللي تندوف ويعطي للمنطقة حيوية ديناميكية اقتصادية في المنطقة وراح المنطقة هذيك تتغير إن شاء الله تولي كما كاليفورنيا تولي للمزحة أنا فكرتني للمزحة فقط يعني لما قلت لي راح تولي تفكرت سلال يعني لما قال المعسكر راح تولي كاليفورنيا ففعلا هذه تاع راح تولي لا لا هذا بالمضمون هو رئيس الجمهوريه يا اخي هم بدوا في 2020 طيب شوف سعودي ليه متفائل نعم. متفائل بحكامه ومتفائل برئيس الجمهوريه وبالجيش الشعبي الوطني الشعبي تاعه طيب سعود اليك السيد منور استاذ سعد يعني هناك امور هي فاكت يعني ايضا يعني واقعيه يعني تحريك مشروع غرج بيلات تحدي فعلا للجزائر يعني وانت تعرف يعني صراع دولي حول اسعار خام الحديد وكاين تموقع دولي ايضا فقد تحسب له هذه النقطه هذه اولا تطوير السكه الحديديه في الجنوب وخاصه هذا الخط السكه الحديديه اللي يربط حتى بالشعر 950 كيلومتر ثلاث مناطق ايضا هذا واقع يعني فاكت قضيه الزيارات هو قال لك راح للجلفه وكانت فيها مشاريع كبيره ايضا تنمويه لماذا ما زارش تبونه وقال لك كان مشغول كان مريض وبعدين كوفيد وبعدين كان مريض لكن كانت اموره اخرى طموح تاع البريكس القضيه الفلسطينيه زيارات دوليه ربما كان مشغول بقضايا اخرى والان سيبدا في زياره للمدن البلاد للتأسيس للتنمية المستدامة يعني هذا هو الشكل المطروح ما رأيك؟ شوف الأستاذ سليم خليني نقول لك على ما أنا رايح نجيك المشروع غرج بيلات
وراح نعطيك بالأرقام أنه مشروع فاشل وهو تبذير للمال العام وهو ليس مشروع القرن وإنما أكذوبة القرن. يعني قبل هذا نجي وانت حكيت على ميزان المدفوعات وقلت أنه ميزان مدفوعات إيجابي، هو ميزان مدفوعات إيجابي كما نقول إحنا أرتيفيسيال مو وليس حقيقيا. يعني مثل ما تشوف أنت سعر الدوفيز في البنك أرتيفيسيال، ولما تروح في الواقع تلقاه في السكوار بثمن واحد آخر نفس الشيء. لا راني نقول لك هكذا. أنت الأستاذ سليم لما تكون مثلا تسلك خمس ملايين وأنت معيشتك مع زوج أولاد مثلا تسوى تقابلك بعشر ملايين، وأنت تجيب غير الأولاد تجيب لها بغير الحليب والخبز وتفضل زوج ملايين. هكذا راهو يفعل هذا النظام الجزائري كما رب الأسرة اللي يضيع أولاده ويخبي دراهم بجنب، ولذلك تبان عنده يعني ميزان مدفوعات إيجابي، لأن هذه الأموال اللي يقولوا إيجابية جات من أموال الدواء اللي حبسوا الاستيراد تاعه والناس ما تلقاش دواء، جات من أموال البقوليات والناس داير عليها لاشان، جات من أموال الحليب اللي الشعب راه داير عليه لاشان. إذن باش في المال في الماكرو إيكونومي راهي سلبية، وإنما الشيء اللي يقولوا إيجابي هو ارتيفيسيال مون فقط. نجيو الغارج بلاد الأستاذ سليم، لو نأخذ الأرقام نتاعهم نتاع تبوت يقول أنه المشروع راح يكلف 3.5 مليار دولار ومع اللواحق تاعه راح يكلف 5 ملايير دولار. إذا صدقنا أنه إحنا نشوفوا المشاريع تاعهم لما يقول لك نديروا الطريق ب 10 ملايير دولار تطلع فيه 20 مليار دولار. إذا صدقنا أرقامهم وقلنا أن المشروع ما راحش يفوت 5 ملايير دولار، يقولوا أن الإنتاج من الحديد سنويا من 2 إلى 3 مليون طن. يا سيدي إحنا نفرضوا راح ينتجوا 3 مليون طن. الآن سعر الحديد في السوق العالمية لا يتجاوز 90 دولار للطن، يعني بحساب بسيط ما ستبيعه الجزائر من الحديد الذي سينتج في غارج بلاد لا يتجاوز 300 مليون دولار سنويا. يعني بحساب بسيط لازم لنا 15 سنة فقط باش نرجعوا أموال السكة الحديدية. إذن هو مشروع فاشل تماما، تبون فقط بروباغندا، ويعني عندهم حساسية مع المنطقة وشونتاج مع المغرب. نعطي لك أنا يعني يقول لك أنتم دائما تكريكيتي وما تعرفوش ما تعطيوناش حلول. مثل هذه المناجم الآن الدول تمولها بسياسة ما يسمى البي بي بي، بارتناريا بريفي بيبليك، أو بارتناريا بيبليك بريفي. هذا البارتناريا بيبليك بريفي الدولة ما تخسرش فلوس، يعني الخمس ملايير دولار اللي كانت راح تخسرهم في المنجم تنفقهم على الصحة وعلى التعليم وفي تطوير المنطقة، وخمس ملايير دولار هذوك تجيبهم شركات خاصة. نعطيك مثلا في السنغال جابوا شركة منجمية كندية أعطولها تستغل المنجم لحوالي 30 سنة، وهي اللي تتكلف بخط السكة الحديدية، وزيادة على ذلك تصنع لهم سكة حديدية للنقل البدني وللسياحة حتى يستفيد الاقتصاد، وتعطيهم دي ريدوفونس يعني شاكاني، وهكذا الدولة فقط تشرف وما تخسر حتى فلس من الخزينة العمومية. والشركة هذه الأجنبية يعني راح تجيب استثمارات، تجيب الأموال من الخارج، وكذلك يعني راح تشغل لك يد عاملة بطريقة غير مباشرة، واللي يسميوه يعني في الاقتصاد لروتومبي ايكونوميك تاع البروجي على المنطقة وعلى الدولة بأكملها. لكن هؤلاء عندهم منجم وعندهم مصنع الحجار اللي عنده يعني من السبعينات والآن راهم حاصلين فيه وما مش قادرين حتى يسيروه، وفي هذا الصيف اللي فات فيه كثير من المسؤولين تاع الحجار اللي دخلوهم في السجن بتهمه الفساد وبتهمه يعني لا لكن نسمع ربما راح يرد عليك. اللي عندنا ماناش قادرين نسيروها بطريقه علميه، فما بالك نزيدوا لها مشاريع اخرى ياكلوا من الخزينه العموميه. سعد هذا موضوع انا العنوان فقط راني نحكيت عليه، لانه موضوع غارج بيلات اصلا راه موضوع شائك وعنده ابعاد اخرى سنتناوله مع ضيوف راح تكون معنا، لكن ضيوف
اخرين مختصين ويعرفوا تاريخ هذه القضيه. راح نديروا له يوم هذا غار جبيلات، لانه فيه البعد الاقتصادي والبعد السياسي ايضا. انا نعرفه من السبعينات اصلا. مشير ازاي يعني بقت دقائق حتى نتطرق الى شكل الزياره تاع تبون وما اثير حول ما سمي انه اصرار من طرف منظومه الحكم السلطه، الناس اللي عندهم القرار، انه حتى في زياره يعني رسميه لرئيس جمهوريه، زياره ذات طابع حكومي تنفيذ مشاريع، الى انهم يصرون على وجود رئيس اركان الجيش بجانب الرئيس، يمشي معاه، يتحي معاه الجمهور، وايضا يدشن معاه المشاريع. قالوا من المفروض يعني على الاقل انه يكون معاه رئيس وزراء، وزير اول، وزراء مختصين للمشاريع ذات الصله اللي راح يدشنها. اذا ما فيش ولا عضو من الحكومه، على الاقل يكون معاه الوالي والسلطات المحليه المختصه اللي راح يتم هي اللي توقف مع الرئيس، لانه تنفيذ شيء سياسي حكومي مشاريع تنمويه. لماذا صورة قائد الأركان موجودة دائما بجنب تبون؟ أستاذ منور، هل عندك إجابة على هذا السؤال؟ يا سي سليم، أنت قلت اسم ما ينجمش يكون، أنت قلت قبيل سي سليم باش اسمح لي نصحح لك بعض، يعني كي يكون رئيس الجمهورية ما ينجمش يكون وزير الأول ورئيس الحكومة معه، هذه ما كش منها، اللي رئيس الجمهورية ما ينجمش يمشي معه رئيس الوزير الأول. هذا واحد. ثانيا احنا انا باش غادي نقول لك باللي كاين 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 خلاط، انت تعرف سي سليم، الجزائر مستهدفه ما 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 من طرف فرنسا، من طرف الامريكان، الكيان الصهيوني من 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 الجهه الغربيه، الدول الغربيه، والجزائر مستهدفه في 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 الساحل، في الساحل وفي الساحل. الجزائر لازم تكون قويه بمن؟ بجيشها اولا، وبرئيسها وبشعبها، اللي يكونوا ضامنين لمن؟ لخدمه الشعب، الوطن وخدمه الشعب. وهذا الحمد لله هذا يزيد اطمئنان للشعب تاعنا، ويزيد له وان شاء الله الجزائر تكون مستقره من ناحيه 2050 ان شاء الله بحول الله. سمعت؟ وحنا هذا افتخار لنا باش رئيس الاركان يمشي مع رئيس الجمهوريه، هذا اطمئنان للشعب الجزائري. طيب انا نخليك حتى كملت الفكره، حتى ما تقولش قاطعتني ولا راح الوقت. بصح سي منور، انا نقول لك يعني المره الجايه لو تجينا بسكايب يكون افضل، وربما تتحايل علينا حتى نزيدك شويه من الوقت. نشكرك جزيل الشكر. انا راح نختم بنفس السؤال ليك استاذ سعد، لانه اللي قاله السيد منور هو فعل، يعني الجزائر مستهدفة من طرف الجيران ومن طرف غير الجيران، وهناك ضربات من فرنسا، من الاحتلال الإسرائيلي، من الجارة المغرب، فيجب إعطاء صورة بأن هناك سلطة متلاحمة مع الجيش وسلطة قوية ترهب بها كل المتعامرين والمتربصين بالجزائر. لماذا تزعجك هذه؟ لماذا يعني يزعجك، ربما مش تكتب تسم هذا هذا الطرح؟ يعني شوف، اولا باش ترهب بالناس وباش يحترموك الدول وتكون عندك طيبه، ابسط شيء تكون تصنع الغذاء تاعك. يعني انت لما تجي تعود 60 ولا 70% نتاعك الخبزه تاع شعبك جايبها من الخارج، وكان يحبسولك عليك البابور الجوع، لهنا ما هنا ترجع لغة الخشب. هذه السيادة الوطنية، الجزائر للأسف الشديد ما عندهاش سيادة وطنية. تصبح عندك سيادة وطنية لما تصبع دوائك وغذائك. انت لما تكون ثاني مستورد للقمح في العالم ما عندكش سيادة، انت سادس مستورد للسلاح في العالم، هنا ما عندكش سيادة. ثم يحكي ودنا على هذا الشعار اللي راحين يرجعوه قرآن، أنه العمود الفقري تاع الدولة هو الجيش. لا، العمود الفقري لأي دولة هو العدالة، وفي حالة الجزائر العمود الفقري تاع الدولة مكسر، وشكون اللي كسره؟ هو كسره العسكر. يعني عوض نقوله أن العسكر
هو العمود الفقري، ونقولوا الحقيقة أن العسكر هو اللي كسر العمود الفقري للدولة الجزائرية. شوف أنت، هذا واشنطن مؤسس الدولة الأمريكية، يعني كان جنرال وخاض حرب ضد الإنجليز، وهو اللي جاب الاستقلال للأمريكان. مباشرة بعد ما جاب الاستقلال لأمريكا وضحها، سلم السلطة للكونغرس وداروا حكومة مدنية. الآن شوف هذه الحكومة المدنية وين وصلت بأمريكا، هي أكبر إمبراطورية في العالم. إذن لما نشوفوا، كنت أحكي على فرجات يعني شنقريحة مع تبون تزعج أو لا تزعج، أنا أقول لك هذه علاش. هذه الخرجات تاع العسكر في السنوات الأخيرة جات رد على شعارات الحراك اللي خرج بالملايين وقال دولة مدنية. إذن أنتم تقولوا دولة مدنية، إحنا عسكر كنا نخدم في الواجهة، الآن نخرجوا لكم طاي طاي كما يقولها الشعب الجزائري وتشوفونا. ما هيش فقط شنقريحة يخرج مع تبون، احنا شفنا العسكر في مسابقة القرآن الكريم، شفنا العسكر في الدخول المدرسي، شفنا العسكر في تسليم الجوائز في الجامعات، شفنا العسكر مع الوالي لما يروح يدشن روبيني. نعم، يعني انت تتحدث يعني والله